السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من برنامج حصاد الأيام. البداية بالعناوين. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بعد أن اختتمت الانتخابات التشريعية عامها الأول دون أن تفرز تشكيل الحكومة الجديدة، تخرج للبلاد من أطوار الانسداد الجاثم على البلاد وتضمن مسير طبيعي للعملية السياسية اللي تعطلت بفعل التقاطعات واختلاف الرؤى وتعنت القرار، لكن مخرجاتها لم تكن طوق النجاة أو بمستوى الطموح والأمنيات اللي عقدت عليها في حلحلة الأزمة اللي استحكمت على المشهد، ولم توفر الأجواء المناسبة للمضي في الاستحقاقات المرحلية منذ مدة. فكل شيء قبل عام كان مبكرا باستثناء تنفيذ نتائج اقتراع تشرين الأول. أما ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من هذه الليلة، فإن المحطة الأصعب في استكمال المتأخر من الاستحقاقات الدستورية هو منصب رئاسة الجمهورية، اللي توقف مؤشر حراك التقدم بهذا الموضوع بعد أن استعصى الحوار بين الأطراف الكردية اللي ما اتفقت حتى اللحظة في الوصول لمرشح متفق عليه، وإزاء هذه المعطيات اللي تمثل حجر العثرة في خطوات تشكيل الحكومة ولدرء هذه المخاطر الناجمة عن الأمر. فإن وفد من ائتلاف إدارة الدولة زار أربيل وتباحث مع قيادات الشمال حول تسريع وتيرة الاتفاق لهذه التحركات، تأتي على ذات نسق مع بدء العد التنازلي لانتخاب الرئيس العاشر للبلاد اللي حدد إلها يوم الخميس المقبل. إذن مشاهدينا، ملفات حصادنا راح نتناولها تباعا مع ضيوفنا الكرام. تفضل بقى ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. بعد مرور عام على الانتخابات المبكرة والمربكة بجميع مراحلها المختلفة، فإن المشهد الناتج عن هذه المقدمات لا يزال غير مؤاتي لعبور مساحة الانغلاق. فجميع المعطيات اللي تلت هذه الممارسة الديمقراطية عقدت المشهد وأزمت المؤزم. إذن مشاهدين الأحبة، نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن يطلعنا الزميل الحبيب على أبرز هذه المفردات. عام بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة لتطوي الأزمة السياسية في العراق عامها الأول. فمع إغلاق صناديق الاقتراع في مساء العاشر من تشرين الأول لعام 2021 وإعلان النتائج الأولية، تفجرت عمليا أزمة استحكمت على المشهد ولم تتمكن القوى السياسية من تجاوزها حتى اللحظة. الانتخابات بنسختها الخامسة منذ عهد التغيير أجريت لأول مرة وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وبواقع 83 دائرة موزعة على عموم مدن العراق. تنافس فيها أكثر من 3500 مرشح و200 حزب وكيان سياسي. مراحل الأزمة السياسية مرت بعدة أطوار، بدءا من التقاضي أمام المحكمة الدستورية للطعن في الانتخابات وشرعيتها، مرورا باعتصام جماهير الإطار التنسيقي أمام المنطقة الخضراء وتشكيل التحالفات وصولا للجلسة النيابية الأولى، وانتقالا إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تعطلت بنصاب الثلثين غير مرة، واستقالة نواب الكتلة الصدرية، لتصل الأزمة عند التحشيد والتحشيد المضاد ولتستقر عند الخلاف الكردي الكردي حيال منصب رئاسة الجمهورية. عام على الأزمة شهد العديد من التحولات السياسية والأمنية، ليس فيها ثابت سوى دعوات الانخراط في الحوار لتجاوز الانغلاق المستحكم الذي لم تشهد له العملية السياسية مثيلا طيلة مراحل تشكيل الحكومة. فالأزمة لابد من تفكيكها وضرورة التماس خطر بقائها على حالها واستشعار انسحابها على المواطن وفقدانه الثقة بالهوية السياسية ونتاج ما بعد 2003. فعام الأزمة رهانة الحل فيه بلا نور حتى اللحظة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، وارحب بضيوفي الاكارم الشيخ احمد الفواز النائب عن ائتلاف دوله القانون. حياك الله شيخنا، مرحبا بك. وكذلك ارحب بالدكتور سلام الخفاجي، عضو الجمعيه الوطنيه سابقا التي كتبت الدستور. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد سوران داوودي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانيه. اهلا بكم مجددا ضيوفي الكرام. ابدا مع حضرتك شيخ احمد، كان الهدف من اجراء الانتخابات المبكره مظاهرات 2019 وحراك شعبي واحتجاجات أدت إلى انتخابات مبكرة، طيب أي تبكير نحكي عنه وإحنا هسه عبرنا السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لقناتكم ومشاهديكم الكرام. ما تم التعرف عليه من عرف سياسي طوال فترة المرحلة التجربة الديمقراطية من عام 2003 ولحد الآن شابها بعض الأخطاء والغموض، ولكن هذه المرحلة هي مرحلة إثبات وجود ومرحلة عصيبة يمر بها تاريخ العراق. لذلك من خلال مثل ما تفضلت انتخابات مبكرة دعت إليها المرجعية الدينية بعد حراك شعبي دام فترة سنة ما يقارب سنة، أدى ما أدى من نتائج وتضحيات جسام بأرواح وشهداء وجرحى وتعطيل لمصالح كثير من مؤسسات الدولة. وبالتالي كان نتاج الانتخابات المبكرة هو بإفراز نخبة جديدة طعمت المشهد السياسي بدماء ممكن أن تكون ذو تجربة جديدة تنعكس انعكاسة إيجابية وتعمل على خلاف ما معمول به سابق، ولكن بسبب التجاذبات السياسية وأزمة الثقة الحاصلة واتساع الفجوة ما بين الفرقاء السياسيين أدت إلى أن يكون اليوم هو خلال مضي سنة كاملة من الانتخابات المبكرة ولم تجني ثمارها هذه الدورة الخامسة، لا بتشكيل حكومة ولا بإكمال استحقاقات دستورية ولا بعمل منجز لمجلس النواب إلا في الأيام القليلة الأخيرة من هذا الأسبوع. كان هنالك عمل دؤوب لمعظم اللجان النيابية في مجلس النواب لتشريع حزمة من القوانين المعطلة والمرحلة من الدورات الماضية. لذلك نأمل، ونحن اليوم أمس كان حملة لجمع تواقيع بإكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس جمهورية، وتم تقديمها إلى السيد رئيس مجلس النواب، ومن أجل يعني الضغط على الكتل السياسية وأصحاب القرار السياسي بالتوجه لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتوجه بإكمال الاستحقاقات والانعكاس لأبناء شعبنا وجمهورنا بسد احتياجه وإقرار قانون موازنة. إذن المواطن ينتظر الكثير. دكتور الخفاجي، جد ترحابي بحضرتك، ونتحدث عن التأخير في تنفيذ مخرجات انتخابات تشرين، أي بعد عام. نتحدث هنا عن الهوية الوطنية، نتحدث عن استحقاقات المواطن، نتحدث عن العقد الاجتماعي. المواطن لحد الآن ما لمس يعني مخرجات واقعية لهذه الانتخابات التي كانت مبكرة، ولكن الاستحقاقات لم تكن مبكرة، بالتالي لا زال الشد والجذب هو سيد الموقف. المواطن أين يقف وسط كل هذه المعادلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على إثارة هذا الموضوع. وحقيقة في نقول في مناسبة مرور عام على الانتخابات المبكرة التي أجراها يعني العراق، وحقيقة مثل ما ذكرت حضرتك اللي هي جاءت نتيجة لمتطلبات الحراك الجماهيري أو التظاهرات الجماهيرية اللي سالت فيها دماء العراقيين، والذين طالبوا بتغيير كبير على المستوى السياسي وعلى مستوى تقديم الخدمات، أنه المواطن يحتاج إلى تقديم تحقيق الخدمات وفق رؤية
عصرية حديثة ووفق التضحيات التي قدمها، وأيضا وفق ما تتطلبه الأمم المتحدة في التنمية، خطة التنمية المستدامة للعالم. يعني هنالك خطة تنموية لعام 2030، وهذه الخطة على كل الدول أن تقدم جزء من عندها، أن تقدمها، أنه ماذا ستحقق من خدمات للمواطنين أو لبلدها، بحيث يكون العالم كأنه العالم كله قرية واحدة تعمل على تحقيق متغيرات لجماهيرها وشعبها في وطنها. الآن نحن كنا هنالك مطلب جماهيري، هناك مطلب دولي وأممي لتحقيق متغيرات، ولكن لاحظنا أنه خلال هذه السنة الكاملة لم يكن هنالك تحقيق لهذه الاحتياجات. نعم، كانت الحكومة المؤقتة اللي كانت موجودة قامت ببعض الإنجازات، لا نستطيع أن نخفي هذا، ولكن هي لا تتناسب مع ما قدم من تضحيات وما يتوقعه المجتمع الدولي من العراق. ولاحظنا في الفترة الأخيرة أنه كل التقارير التي ذكرت في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة كانت هي حقيقة تشير وبوضوح إلى أن هنالك عجز كبير وهنالك تلكؤ كبير في تشكيل الحكومة. وإحنا نقول أنه حقيقة تشكيل الحكومة يجب أن يسبقها انتخاب سيد رئيس الجمهورية ومن ثم يكون تشكيل حكومة. فإذا الآن لحد الآن إحنا خلينا نتكلم بصراحة، لحد الآن لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، وفيما بعد لكي هو يكلف الشخص الذي تعتقده هو الكتلة الأكبر هو المناسب، ومن ثم يتم التصويت على كابينته من قبل مجلس النواب. فإذا ما زلنا نحن في العقبة الأولى، وهي تكليف أو انتخاب رئيس الجمهورية. وكلنا نعرف بأن هنالك عدد كبير من الأخوة رشحوا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو يعني هؤلاء سواء كان من الكتلة من التحالف الكردستاني أو من الكتلتين الكردستانيتين الكبيرة اللي موجودة في مجلس النواب أو من شخصيات مستقلة، ولكن لحد الآن البرلمان لم يحقق هذا. صرح اليوم سيد رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي بأنه ستكون هنالك جلسة يوم الخميس لانتخاب سيد رئيس الجمهورية. نحن نتوقع أن يكون هنالك انفراج إذا تم انتخاب سيد رئيس الجمهورية، ولكن الشعب يعني يحتاج إلى حكومة قوية عاملة سريعة تستطيع أن تعوض ما فات من الفترة السابقة لتحقق إنجازات كافية للمواطنين. الكتل الكردستانية سيد سوران، أهلا بك مجددا، هذه الكتل راح تكون جزء من الحل أم أن المشهد السائد والمراقبون المشهد السياسي يرون بأن الكتل الكردستانية أصبح جزء من المشكلة بعد أن كانت تقول بأنه ما عندنا مشكلة، خلي اختاروا رئيس للوزراء ورئيس الجمهورية موجود. مساء الخير عليكم. مساكم الله بالخير وعلى ضيوفكم الكرام. يعني حقيقة هناك آليات دستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، يعني إن اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطية أم لم يتفق، فهناك يعني آليات دستورية لانتخاب رئيس الجمهورية. هناك مرشحين، عدد من المرشحين في الآن يعني من جميع الكتل، وأعتقد أن الفضاء الوطني هو من يقرر، ولكن نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نقول يعني يجب أن نذهب إلى، نتمنى ايضا يجب ان نذهب الى مجلس النواب بمرشح واحد، لاننا نعتقد ان وجود مرشحين، يعني مرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني، سوف يؤثر سلبا على علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يعني على المدى الطويل في اقليم كردستان. ونحن كما تعلمون يعني لدينا شراكه في اقليم كردستان ونديره. يعني إذا كان هذا التأثير على المدى الطويل، وصفت حضرتك بين الكتل الكردستانية بين الديمقراطية والاتحاد، ولكن ماذا بشأن القريب، الأمد القريب؟ يعني هنالك أيضا استحقاقات وزارات هيئات للكتل الكردستانية، إن لم يتم هذا التوافق هل سيخسر التحالف الكردستاني أو الكتل الكردستانية ستخسر بعض مكتسباتها؟ يعني الكتل الكردستانيه يعني الاتحاد الوطني الكردستاني يعني تحديدا والحزب الديمقراطي الكردستاني يعني تقريبا اتفقوا على الكثير من الملفات. يعني الملف الخلافي الوحيد الذي بقى
الآن هو مسألة رئاسة الجمهورية. كان كما تعلمون الاتحاد الوطني الكردستاني يرى بأن هذا المنصب هو استحقاقي، بما أنه هذا هو استحقاق كردي، لأن هناك اتفاقات مسبقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من تكون رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم إلى للحزب الديمقراطي الكردستاني ومحافظة كرمك ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني. هذا ما اتفقنا عليه منذ عام 2007 ضمن الاتفاق الاستراتيجي. ولكن يعني الاصطفافات السياسية التي أفرزتها انتخابات عام 2021 ربما يعني أدت إلى نوع من الانقسامات الأفقية والعمودية بين جميع الأطراف. يعني الكرد كان هناك انقسام بين الكرد، وكان انقسام بين الشيعة، وأيضا انقسام بين السنة. هذا ما أثر على العملية السياسية، وأيضا ظهرت يعني شعارات جديدة. كما تعلمون نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ما زلنا مع الحكومة التوافقية. الحكومة التوافقية ليست بدعة عراقية، يعني الحكومة التوافقية موجودة، هي ملازمة للديمقراطية وموجودة في كل العالم وفي كل الأماكن. ولكن يعني في العراق يبدو أن هذه، نحن لا نقول بأننا سوف نمضي بالحكومة التوافقية إلى ما لا نهاية. نحن لحد الآن نحن بحاجة إلى حكومة التوافقية إلى حين أن يكون هناك حقيقة مسألة المواطن العراقي، ويكون هناك تطبيق كامل للدستور العراقي، يعني من مجلس الشيوخ من مجلس السيادة ومجلس النواب. يعني في كل هذه المسائل أن هناك سيكون طيب. يعني يكون مسألة الأغلبية مسألة طبيعية، ولكن أيضا هذه خاضعة لبعض المعادلات. يعني خلينا نذهب للشيخ الفواز. أستاذ أحمد، نتحدث عن الديمقراطيات أو النظم السياسية بطبيعة الحال تعطي، أو السياسة بصورة عامة هي تعطي تقدم تسويات للأزمات المتعلقة سواء السابقة أو الحاضرة أو المتوقعة. لكن في نظامنا السياسة تعطي ترضيات في الحكومة الجديدة والتشكيلة الجديدة. راح نستمر بهذه الترضيات أم أن الوقت حان أن نضع النقاط على الحروف ونقول لا، خلينا نصفر الأزمات ويأخذ كل ذي حق حقه، ما نرضي أحد. أخي العزيز، النظام السياسي في العراق هو نظام توافقي منذ عام 2003. النظام التوافقي غير النظام المحاصص الطائفي. التوافقي نظام، النظام الديمقراطي هو أن تكون موالاة تشكل حكومة ومعارضة تنتقد عمل وبرنامج وتشذب عمل برنامج حكومي أما ما يحصل اليوم في العراق هو الكل تشارك في البرنامج الحكومي وتشكيل الحكومة. لذلك لا يمكن أن نبتعد عن التوافقية. الدليل أن الشعب العراقي مكوناته كثيرة، والنسيج الاجتماعي معقد، سنة شيعة تركمان أكراد عرب، وهذا يحتاج إلى احتواء الكل حتى لا يضطهد مكون على حساب الآخر. لذلك التوافقية غير المحاصصة السياسية. اليوم الكل يتحمل مسؤولية في استتباب الاستقرار السياسي، يعني بعيدا عن خلق الأزمات والتي من شأنها أن تعقد الوضع الحالي. لا يمكن بعد، يعني حقيقة بعد هذه كل هذه الأحداث التي حصلت وما حصل خصوصا في الأيام الأخيرة من انتقال الأزمات إلى جنوب العراق في الناصرية وفي البصرة، هذا يحتم على الكل أن تتضافر الجهود من أجل دفع الشر وإبعاد الشارع العراقي تجاذبات سياسية والتوجه لحسم الاستحقاقات الدستورية والتوجه لحوار جدي ومثمر دون شروط مسبقة مع وجود تنازلات حسب ما ذكر في تقرير ممثلة الأمم المتحدة، حيث كان التقرير يشكل على الجميع ويتهم الجميع ويحمل الجميع ما يحصل في من أزمة وتقصير، وحيث كان التقرير هو منصف من حيث توزيع التقصير على كل الطبقة السياسية النافذة في العراق. لذلك
اليوم انا اعتقدها هي مرحله اثبات وجود بعد انسحاب الاخوه من الكتله الصدريه بتقديم استقالاتهم، يقع على عاتق الاطار التنسيقي كونه ممثل المكون الاجتماعي الاكبر بان يكون متبنى لاحتواء الموقف واعطاء بعض التنازلات وعدم التشبث ببعض المواقف للمصلحة العامة وتذويب هذه المصالح الشخصية والفئوية والحزبية. المخرج الوحيد هو بالحوار الجدي والتوجه لحل هذه الأزمة بالحرص ودفع مصلحة البلد وانعكاس إيجابية. نأمل يوم بعد غد يوم الخميس إن شاء الله سوف تكون جلسة خاصة باختيار رئيس الجمهورية. نأمل وندعو الأخوة في قيادة الحزبين الكرديين أن يتفقوا على مرشحهم وبالتالي يتم تسويقه كمرشح. وضغط الشارع راح نتجاهل نحسب الأحساب؟ تتوقع تظاهرات؟ تتوقع انغلاقات؟ يعني شلون راح يكون الوضع؟ أخي العزيز اليوم المظاهرات على خلاف ما معمول به سابقا، المظاهرات هي تصفية حساب وصراع إرادات والغرض منها انتزاع مواقف سياسية. أنا صريح وأقوله أمام قناتكم ومشاهديكم، ما حصل في 25 تشرين كان هنالك باعث وطني من أجل الخلاص من هذه المنغصات وهذه المعاناة. اليوم ما يحصل من تظاهرات هو تصفية لحساب وصراع إرادات وانتزاع مواقف سياسية، هذا شيء واضح وخلال الفترة الأخيرة الماضية. لذلك اليوم هنالك ممثلين للشعب، سلطة تشريعية تعمل على ما يريد الجمهور وما تتطلبه الحاجة واحتياجات الشعب، اتركوا المنظومة السياسية أن تعمل وبالتالي انتقدوا عمل المنظومة في حال تشكيل حكومة أما اليوم أي إجراء يعمله مجلس النواب ينتقد، أنا أعتقد هذا ليس من الأنصاف. اليوم خلونا احنا طبعا ما أكفي لك، هذا الأسبوع جدا فرحين كأعضاء مجلس النواب لأن أنجزنا بعض المقترحات القوانين اللي هي معطلة منذ الدورة الثالثة والرابعة. طيب. ما يقارب نحن في اللجنة القانونية ما يقارب 120 قانون معطل ومرحل. لذلك هذه الفترة اللي تم تعطيل بها السلطة التشريعية ومجلس النواب كان بإمكاننا أن ننفذ كثير من القوانين اللي تمس شرائح كثير من المجتمع. بالتأكيد. الدكتورة سلامة نتحدث ويتحدث الشيخ الفواز عن النسق الدولي، خلينا نسميه جنين بلاس خارت أمام المجلس الأمن الدولي، عرضت أو قدمت يعني مذكرتها والإحاطة الكاملة عن الوضع العراقي، وكانت هنالك توصيات بمواصلة الحوار وتشكيل الحكومة، وهذا الدعم قرأه المراقبون أنه دعما إيجابيا. حاكمية هذه التوجيهات واستجابة الجهات العراقية لها كيف ستكون وجهة نظرك؟ يعني حقيقة يعني من يعمل في مجال المنظمات الدولية ومع الأمم المتحدة يلاحظ بأنه الإحاطة التي تقدم من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك البلد هي لتعريف المجتمع الدولي بما يجري في ذلك البلد. يعني نحن العراق عندنا بعثة الأمم المتحدة داخل العراق، فهي إذن السيدة جنين بلاس خارت هي وضحت ما موجود. يعني يجب أن يكون يعني واضح لدينا بشكل كبير جدا أنه ما يجري داخل العراق والذي يذكر في الإحاطة هو سيؤثر على المواقف السياسية للدول مع العراق. يعني هذا حينطي انطباع ماذا يجري في العراق وكيف ستتعامل هذه الدول مع العراق بما موجود فيه. فإذا هذا حسيأثر، مرة يأثر لنا على موضوع الاستثمار ده شركات تريد تجي، مرة أخرى لا في مجال التبرعات أو تقديم المساعدات لبعض البرامج المعينة أو غيرها من المواقف السياسية اللي تكون بين الدول. فإحنا من المهم جدا أن يكون هنالك نعم أكوش هنالك كان
مقبولية و يعني وتوافق مع كلمة السيدة بلاسخارت، ولكن ما هي الخطوات العملية التي ستقوم بها الكتل السياسية الموجودة الآن والتي تعتبر هي المسؤولة عن التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية؟ فإذا هذا الموضوع يجب أن نكون يعني دقيقين به وأن ما نعبره. يعني هو ليس فقط إحاطة قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ولكن أن قدمت إلى مجلس الأمن، ولكن أن نكون ماذا سيكون أثر هذه الإحاطة على المجتمع الدولي الحاضر. هذه من جانب. الشيء آخر أكون مهم جدا أنه هنالك جلسة دعا إليها سيد رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس إن شاء الله. نحن نعرف بأنه الكتل الكردستانية سواء كانت الاتحاد الوطني أو سواء كان الديمقراطي الكردستاني دائما يكون هنالك توزيع بالمناصب بين الكتلتين. طيب. إنه والمهم جدا هذا معروف لدى الجميع بأن يكون هنالك رئاسة الجمهورية، إدارة كركوك، بعض الوزارات، برلمان إقليم كردستان أو حكومة إقليم كردستان، يكون نوع من التوزيع بهذا. الآن إذا لم يكن هنالك اتفاق بين الكتلتين على مرشح رئيس الجمهورية، إذا معناها أنه ليس هنالك اتفاق على بقية المناصب اللي موجودة. فإذا مثل ما طرح الأستاذ بأنه إذا طرحت الأسماء على الفضاء الوطني، الفضاء الوطني المقصود بأنه تطرح الأسماء على مجلس النواب على الأعضاء. سيناريو 2018. طيب أحسنتم. ما الخسائر اللي راح يعني يضيعها الأكراد أو الكرد عفوا بهذه الحالة؟ نعم، عدم اتفاقهم. عفوا ما افتهم سؤالكم. يعني من إذا ذهبنا للفضاء الوطني مثل ما تفضلين حضرتك وعندنا سيناريو 2018، نعم، هذا الموضوع راح يرجع بارتدادات سلبية على الكتل الكردستانية؟ أحسنتم. حيكون هنا عندنا إشكالية، فإنه أنت توزيع الوزارات، أكو عندنا إدارة كركوك، غيرها من المواضيع حيكون عندنا إشكال. هاي هذا إذا أذكرناه، إحنا عندنا نتكلم كمواطنة، وأكو عندي مواطنين في محافظات أخرى، محافظات الإقليم، شلون حيكون عندهم العمل فيها؟ وأيضا التعامل الإقليم مع المركز. يعني المرحلة السابقة إحنا نذكر يعني السيد مسعود البرزاني يعني كان هنالك نوع من الاتفاق مع الكتل السياسية بأنه يتم انتخاب مرشح الديمقراطي، ولكن الفضاء الوطني النواب اختاروا مرشح الاتحاد الوطني. فهنا عندنا صار نوع من الإشكال وبعدين تم. هذه عندنا من جانب. من جانب ثاني، الآن إحنا خلينا نتكلم بصراحة. نعم، الأخوة في التيار الصدري هم استقالوا من مناصبهم، ولكن الإطار يعرف وهو دائما يعني متأكد بأنه لهذا التيار جماهير، ويجب أن يكون للتيار الصدر يكون له نوع من المشاركة في الحكومة القادمة، لأنه له جماهيره، ويجب أن يقدم الخدمات ويقدم الدعم إلى جماهيره من خلال إدارة الوزارات الموجودة. فهل الآن خلينا نتكلم بصراحة، هل التيار الصدري الذي استقال هل له أثر أو تأثير في انتخاب رئيس الجمهورية بالرغم أنه عدم وجوده؟ هل سيكون له أثر أو تأثير على انتخاب رئيس الوزراء واختيار الشخصية المعينة؟ هذه أيضا يعني أكيد هذه موجودة في ذهن وفكر القيادات السياسية أثناء عملية التفاوض اللي تجري. يعني إحنا اللي نعرفه بأنه كان هنالك تأكيد وتأييد بالرغم من انسحاب التيار الصدر من البرلمان، ولكن سيكون لهم هنالك مشاركة في الحكومة القادمة. ما هو حجم المشاركة؟ ما هو عدد الوزارات؟ أي وزارات؟ وما هو تأثيرهم على انتخاب رئيس الوزراء؟ فهذه أيضا أنه الكتل السياسية الآن ربما هي لم تعلن عنها لحد الآن، يعني رسميا تعلنها بالإعلام، ولكن أكيد هذه موجودة أثناء التفاوضات. ضيوف الكرام تفضلوا بقى معي لنتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوفي الأكارم الشيخ أحمد الفواز ودكتور سلام الخفاجي والأستاذ سوران داودي. أستاذ سوران، أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عن زيارة الوفد الثلاثي من تحالف إدارة الدولة. يعني هنالك وصف لهذا الحراك بأنه يدعم الاتفاق الكردي الكردي ويقلص المساحات اللي باعدت بين الفرقاء السياسيين الكرد، وأيضا نريد استثمار المتبقي من الوقت. ترى ما الذي حدث
حسب اطلاع حضرتك على هذه المحادثات. نعم، اعتقد ان المحادثات التي جرت يعني كان من اجل اتفاق الكردي الكردي واقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني. الاتحاد الوطني الكردستاني كان هناك يعني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس باسل طالباني كان موجودا في بغداد. اعتقد يعني المباحثات مع باسل طالباني قد انتهى يعني، وكان هناك وضوح في الرؤيه بالنسبه للاتحاد الوطني الكردستاني، ويبدو ان هناك يعني عدم حاجه او لدينا اقول عدم وضوح، وانما حاجه الى وضوح الرؤيه ايضا من الجانب الديمقراطي الكردستاني، والحديث مع الديمقراطي الكردستاني للضغط عليه نوعا ما من اجل القبول بالاتفاقات يعني للوصول للاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني. ولكن حسب علمي حسب لحد الان ليس هناك اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن ايضا يعني المباحثات مستمره والاتصالات مستمره بين الطرفين. وانا يعني بتصوري بان هناك من الجانبين من الحكماء والعقلاء بان يتوصلوا الى حل، لان الاجماع الوطني العراقي يعني يحث على ذلك ويطالب بمرشح واحد، لان وجود مرشحين ربما سيؤثر على باقي المفاصل الاخرى من التشكيله الحكوميه، ايضا يؤثر على علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني من حزب الديمقراطي الكردستاني على المدى الطويل في الاقليم، ولا سيما نحن في الاقليم يعني لدينا يعني مشتركات كثيره، ونحن ندير يعني مؤسسات يعني حكوميه في الاقليم، مؤسسات كبيره، ونحن موجودون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في اداره هذه المنطقه في الحكومه وايضا في قوات البيشمركة. لذلك لا نريد ان ينعكس هذا الخلاف بشكل سلبي على علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتقد هذا هو النقطه الذي سوف يضغط باتجاه الحل بين الطرفين. طيب، الضغط باتجاه الحل شيخ احمد، يعني نتحدث عن هذا الوفد الثلاثي، هل بالفعل سيضغط باتجاه الحل والمضي الى قبه البرلمان باختيار رئيس الجمهوريه دون اللجوء الى سيناريو 2018، ومن ثم ما الخطوه اللي بعدها حول تكليف رئيس الوزراء؟ اعتقد سوف يمرر مرشح واحد توافقي ليوم الخميس ويتم اختياره، ومن بعدها يتم يبدا الحوار ب استحقاق المكون الاكبر وهو برئاسه الوزراء وتكليف شخص المكلف لرئاسه الوزراء. لذلك لا اعتقد ان يتكرر سيناريو 2018، كون الوضع يعني مجمل هنالك اتفاق على عبور هذه المرحله باقل الخسائر وبالتوجه بمعطيات جديده. يعني الوضع بعد ما يحتمل اخي العزيز، لا الشارع العراقي بعد يتحمل، لا الوضع المنظومة السياسية بعد انتقاد الأممي والدولي، لا الظرف الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية الحاصلة في الله، ولا الجانب الأمني، ولا كل الأمور تداعيات خطيرة. لذلك يعني متفائلين جدا بأن تكون سوف يمرر مرشح الأخوة الكردي يوم الخميس إن شاء الله. يعني هذا التفاوض والتفاهم، هل تطرق إلى تقسيم الوزارات واستحقاقات الوزارية بهذا المجال؟ لحد الآن استحقاق هو استحقاق رئيس الجمهورية. نعم. ومن بعدها يبدأ الحوار والتفاوض والتشاور ما بين كل القوى السياسية وما فيهم السيد الصدر باختيار الشخص المكلف وكابينته الوزارية. طيب. يعني هذا الشيء يعني حقيقة الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة منتقية ومختارة بصفة وبصورة جيدة حتى تحمل في طياتها النجاح وتقديم خدمة أفضل، وبالتالي راح يكون هناك ارتياح شعبي واستقرار للمنظومة السياسية، استتباب للوضع الأمني، كذلك مخرجات
الحال الظرف الظروف الاقتصادية، ومثل ما تفضلت من ساعة الدكتورة سلامة، أهم شيء ضمن برنامج الحكومي هو التنمية الوطنية، إعداد تنمية وطنية شاملة للبرنامج الحكومي المقبل، حتى يتم بناء أسس جديدة خلاف ما تم العمل به سابقا. دكتور، المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي أصبح واضح المعالم بوصف الحكومة المقبلة حكومة خدمات، بالتالي المعايير اللي راح يتم وفقها اختيار وزراء لهذه الكابينات الوزارية، جربنا التكنوقراط، جربنا التابعين للأحزاب وكل وزارة أصبحت تابعة لحزب، هسه المعيار اللي راح يتم اختيار الوزراء به شلون راح يكون؟ العفو، بس خليني أعرج على موضوع جلسة يوم الخميس إذا ما يصير زحمة. احنا اللي نعرف انه عدد اعضاء مجلس النواب لهذه الدورة هو 329. نعم. لكي يتم انتخاب رئيس جمهورية يجب ان يكون هنالك يصوت عليه 220 شخص. نعم. لنفترض انه هل سيكون، اولا هل سيكون هنالك حضور كامل لاعضاء مجلس النواب؟ ثانيا هل ألن تنسحب أحد الكتل السياسية من هذا المجلس؟ ثلاثة، إحنا عندنا عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية تجاوز 20 شخص، فإذا هنا حيكون عندي تشتت بالأصوات، يعني أنا إذا افترضنا أنه عدد قليل هو اللي ما حضروا، افترضنا أنه كل حضروا، أكو عندي أنا مرشحين يعني عدد كبير من المرشحين، وأيضا من عندهم قسم عندهم شخصيات مرموقة يعني حتكون هي ايضا مرشحه، فهنا عندنا مشكله صارت انه هل سيقوم مثلا الحزب الذي رشح شخصين، هل سيقوم يسحب احد الاشخاص؟ مثلا خلينا نكون صريحين انه الديمقراطي الكردستاني رشح اكثر من شخصيه. هل سيقوم بسحب هذه الشخصيه الاخرى مقابل احد الشخصيات اللي لكي لا يكون عندنا تشتت بالاصوات ولكي يحصل الشخصيه اذا فتحناها الى الفضاء الوطني انه اعضاء مجلس النواب عامه هم حيكونون ينتخبون، فهل حيقدرون ان يحققون 220 صوت؟ هذا عندنا اكون يعني اتمنى يكون الانتباه له من قبل اعضاء مجلس النواب وايضا من قبل الكتل السياسيه اللي حتصوت ان شاء الله تعالى تكون موجوده أو تدعم شخصية معينة في مجلس النواب. نرجع إلى حضرتك بالنسبة للحكومة. لا. يعني إحنا الآن يعني العراق ما يحتاجه أساساً هو تحقيق الخدمات للمواطنين ولمكافحة الفساد، وبعدين علاقات دولية متوازنة، وخصوصاً الآن يعني هنالك صراعات دولية وأقليمية كبيرة جداً، وكلنا نعرف ما يجري الآن بين أوكرانيا يعني والاتحاد السوفيتي. أوكرانيا هي احنا نقول أوكرانيا، ولكن من وراءها أوكرانيا في هذه الحرب؟ فإذا احنا هنالك عامل دولي صعب يجب أن يكون العراق كيف سيتعامل مع انعكاسات هذه الحرب على العالم وعلى العراق. يعني احنا نعرف أنه هنالك أزمة بالطاقة، هنالك أزمة بالغذاء، هنالك تغيير بالمناخ، هنالك كثير من الأشياء، فإذا الحكومة التي ستأتي الواجبات التي عليها هي ليست واجبات عادية، يعني أنا مو الوزارة عندي منهاج وطريقة تعمل بها روتينية وحتمشي الوزارة مثل قبل ومثل الكرة وتتدحرج وتمشي، ما حيكون عندنا هذا الشيء الموجود، إنه الشخصيات اللي حتجي تكون بقيادة الوزارات للمرحلة القادمة وبقيادة رئيس الوزراء أن تكون واعية لما يحدث من متغيرات في العالم، بحيث تستطيع أن تسخر الخدمات الوزارات بما يستجيب للمتغير العالم وبما يحقق مصلحة المواطن العراقي. إحنا يعني أنا حقيقة صار كم يوم إحنا دائما يصير حوارات مع بعض الأخوان الزملاء لأعضاء مجلس النواب الحاليين أو السابقين، المشكلة هي عندي أن المواطن العراقي الآن بدأ يشكي من الظلم، يعني احنا نقول هنالك، يعني انا من الجيل الذي عاصر النظام السابق وعاصرنا الموجود، هنالك تغيير كبير جدا، انجازات كثيره تحققت عن النظام السابق، يعني انا عشت الفتره السابقه والحروب اللي مرينا بها والظلم اللي مرينا به وسوينا، انا الان اكو عندي تغيير كبير جدا، ولكن هذا التغيير حقيقه لا يتناسب مع المتغيرات الاجتماعيه
الكثيرة التي حدثت. أنا عندي انفجار السكان مالتنا من كان عندي بالعشرين الآن أصبح عندي بالأربعين، فعندي عدد زيادة في السكان، إذا عندي زيادة بالحاجة بالخدمات. إحنا بنقول إحنا وفرنا كهرباء أكثر 3 مرات من ما كانت بوقت صدام، ولكن أنا عدد السكان إيش قد صار عندي؟ من حين ما نقول إنه تحقيق الخدمات البلدية إيش قد صار عندي؟ أنا عندي زيادة بعدد السكان، إيش قد صار عندي حاجة لخدمات جديدة؟ إذا أنا المتغيرات اللي صارت عندي، نعم أكو تغير، أكو زيادة، ولكن هي لا تتناسب مع حاجة المجتمع اللي موجود. شوارع، أحد الأخوان مرة بذكرنا قال أنا هلقد كان كيلومتر مبلط في العراق والآن أصبح عندي هلقد كيلومتر، ولكن أنا عندنا الآن أنا عندي مشاكل كبيرة جدا في الطرق أدت إلى وفاة العديد من المواطنين وحتى شخصيات. يعني هذا النمو السكاني والاحتياجات أيضا الشعبية لربما تساوت هذه الاحتياجات في بغداد والمحافظات ومنها أقليم كردستان. سيد سوران نتحدث عن هذه الاحتياجات الشعبية، بالتالي المواطن يصبر يصبر يصبر، ولكن يصل مرحلة لم ينفجر، فعلى أقل تقدير يريد من الحكومة بكل مفاصلها أن توفر له الخدمات. إذا ما تجاوزنا العقبة الثانية من استحقاق الدستور رئاسة الجمهورية وذهبنا إلى تشكيل الحكومة، هذه الحكومة بإطارها التوافقي راح تكون ملبية لمتطلبات المواطن؟ أعتقد يعني الحكومة التي رفعت شعار حكومة الخدمات يعني هي لم يأتي هذا الشعار اعتباطا، يبدو أن الحكومة أو المنظومة السياسية أيضا أدركت بأن هناك حاجة إلى الخدمات، وأن الشعب العراقي أيضا بدأ يشكو ويعاني من قلة الخدمات، لذلك هذا الشعار. ولكن نحن ننتظر بأن حكومة الخدمات يجب أن تكون حقيقة هي حكومة خدمات، وأن تكون وأن تعمل لصالح المجتمع العراقي بشكل عام وليس لصالح الأحزاب، وأن تكون هذه المرة منظومة خدمات جديدة. نحن لا نبحث عن منظومة سياسية جديدة بقدر ما نبحث عن منظومة خدمات جديدة، لأن يعني المنظومة السياسية هي موجودة منذ 2003، ولا أعتقد بأن بحاجة إلى تغيير هذه المنظومة بشكل كامل، وإنما ترميم هذه المنظومة السياسية. ولكن نحن بحاجة إلى تغيير المنظومة الخدماتية في العراق. يعني حقيقة الخدمات في العراق كما قالت الدكتورة لا تناسب او لم ترتقي الى مستوى المتغيرات التي حصلت في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي المجتمع ككل، يعني بل حتى في اقليم كردستان خرجت تظاهرات، هنالك طبقات يعني معدومه وطبقات بحاجه الى تقديم خدمات، الى رعايه، تقديم استحقاقات شعبيه. يعني هذا كردستان ايضا جزء من العراق، يعني يجب ان لا نستثني كردستان من العراق. يعني ما موجود يعني المواطن الكردستاني المواطن العراقي، يعني هو مواطن عراقي ايضا بحاجه الى خدمات، ولكن يعني مع هذا يعني انا اقول ربما هناك بعض الخدمات، يعني هناك نوع من الخدمات التي قدمت في اقليم كردستان ليست موجوده في المناطق الاخرى، ولكن هذا لا ينفي باننا في اقليم كردستان ايضا بحاجه الى خدمات، وبحاجه الى أن ترتقي الحكومة في عملها إلى مستوى، يعني ليس فقط، يعني الدكتورة أشارت إلى نقطة كلش مهمة بأن هناك متغيرات، هذه المتغيرات ليست فقط على المستوى العراقي، يعني المواطن العراقي بدأ يشعر أن هناك متغيرات على المستوى العالمي، يعني هناك احتياجات المواطن بحاجة له، في السابق لم يكن هذه الاحتياجات موجودة، ولكن الآن موجودة في يعني هناك من خدمات في دول الجوار، نحن مثلا الخدمات المصرفيه، الخدمات مثلا خدمات الطرق، يعني سيستم الطرق ان يجب ان نغيرها، يعني كمان موجود في الدول، يعني يجب ان نرتقي الى الدول الى مطاف الدول المتقدمه، ونحن يعني في السبعينيات كنا افضل من دول الان ارتقت يعني الى مستويات عاليه جدا. طيب شيخ الفواز تحدث عن ما تتعرض إليه الحكومة من ضغوطات في الحكومات السابقة، بعض الجهات كانت تعطي 100 يوم، 3 أشهر، 90 يوم،
لتقييم الأداء الحكومي. هسه إذا ما انتهينا بحكومة تصريف الأعمال، فلجنة برلمانية طلعت أدت قيمة الأداء الحكومي 17%. طيب هذه الحكومة راح تتعرض إلى ضواغط ومحددات، أم أن السيف شهر أمامها من البداية وماكو حتى أي مدة إلها؟ أخي العزيز، الحكومة المقبلة تكون مردوفة ببرنامج حكومي رصين مع مساندة وإسناد من كل القوى السياسية في مجلس النواب لتدعيمها ونجاحها. طيب هذا الشيء جدا مهم، على خلاف ما حصل في الدورات الماضية، الدورة الرابعة والثالثة والثانية. لذلك اليوم عندما يتم اختيار وتصديق الكابينة الوزارية، يكون مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية صلاحية وإمكانية نجاح وكفاءة هذه النخبة وهذه الماكينة الحكومية أو الكابينة الحكومية عفوا. لذلك نحن في قوى الإطار التنسيقي لدينا منهج جديد، التوجه لمساندة وإسناد ودعم الحكومة المقبلة من أجل النجاح في أداء دورها. طبعا اليوم 100 يوم والـ200 يوم في كثير من البلدان، أنا عملت ضمن عملي المهني في مشاريع وفي قطاع الخطة الاستثمارية في ومن ديوان محافظة بابل، لا يمكن أن تلوح أمام الأنظار ويتغير الحال والواقع بمئة يوم أو 200 يوم. اليوم أكو خطة سنوية، خطة استثمارية، وأكو خطة خمسية، يعني 5 سنوات مداها اليوم. ولكن علينا أن نشرع بعمل دؤوب واستثمار الطاقات والكفاءات والإمكانيات المتوفرة والمتاحة من أجل إعمار واستقرار هذا البلد، وبالتالي ابتداء بمدننا ومناطقنا مثل ما تفضل الأخ ضيفنا من أربي من سليمانية، أن بعض الشر أهون. يعني ما موجود من إعمار في كردستان أفضل بكثير ما موجود في الوسط والجنوب، وكذلك المناطق الغربية، ما موجود في المناطق الغربية أفضل بكثير ما موجود بمناطق الوسط والجنوب. للأسف الشديد هذا دلالة على تبعثر وضعف الأداء، وبالتالي تشتت. يعني أكو أموال أكو صرفت وصرفت، ولكن هنالك سوء إدارة للأسف أدت إلى عدم النهوض بالواقع الخدمي أمام أنظار جمهورنا وناسنا. الشيخ أحمد الفواز، عضو نائب عن ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لهذه الفين، وشكر كثير لحضرتك الدكتورة سلامة الخفاجي، عضوة الجمعية الوطنية العراقية سابقا والمكلف بكتابة الدستور. عبر سكايب انضمت معي ضيفا كريما الأستاذ سوران داودي، عضو الاتحاد الوطني كردستان من السليماني، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.